أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الصف الثامن، هذا هو الجزء الثاني من تحليل قصيدة خلقت طليقا. طبعا انتهينا في الجزء الأول عند البيت التاسع، شرحنا البيت التاسع، لكن لنستذكر معا ما قلناه فقط منذ البيت السابع، لأن الفكرة ارتبطت يعني ببعضها البعض. في البيت السابع قال: لا تخشى أيها الإنسان مما وراء التلاع، وكما قلنا لكم من المستقبل لا تخف، فما ثم إلا، قال في البيت السابع، إلا الضحى في صباه. وأيضا قال في البيت الثامن: إلا ربيع الموجود الغرير الحسن الجميل الذي طرز الأرض يعني خاط لها هذا الثور. وأيضا في البيت التاسع: إلا أريج الزهور، موجود أريج الزهور والصباح. وقلنا أن الصباح هو شعلة القنديل، وهي المقصود المشرق المنير، ورقص الأشعة بين المياه. وأيضا في البيت العاشر ماذا يقول؟ وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه. الحمام جمع حمامة، وهي نوع من أنواع الطيور. المروج قلنا في البيت الرابع أن المروج هي الأراضي الواسعة، الأراضي الواسعة ذات النباتات الخضرة الكثيرة المليئة بالنباتات الخضرة، وهذا يعني يعطي النفس شيئا من الأريحية عندما ننظر إليه، وهو اللون الأخضر الربيع الأنيق يغرد منطلقا في غناء. قلنا يغرد يعني غناء الطائر وما شابه ذلك. ماذا يقول هنا؟ غناء الحمام. ماذا يقول في البيت العاشر؟ ليس خلف هذه التلاع وهذه المرتفعات وهذا المستقبل الذي تخاف أيها الإنسان، لا تخاف منه، فليس خلفه إلا ذلك الحمام، الحمام الذي يغرد سعيدا مبسوطا مسرورا بين الحدائق الخضراء الجميلة الممتلئة بالنباتات الخضرة يعني التي يعني تريح النفس حينما ننظر إليها. وهذه هنا في البيت العاشر صورة فنية، صورة فنية، وهي وإلا حمام المروج الأنيق، هذه صورة فنية. طبعا لربما نأخذها شبه الحمام وكأنه امرأة تتزين وتلبس فتكون أنيقة وجميلة وما شابه ذلك. في البيت الحادي عشر وهو الأخير: إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل إله. أولا النور هنا رمز ودلالة على الحرية، وعذب هي صفة من صفات المياه، حينما يكون المياه الماء عذبا فإنه يعني شيء من الجمال وشيء من الصفاء والنقاء. والنور ظل الإله أيضا، هذه دلالة على أن الحرية هي حق للجميع وهي من الله عز وجل. انتبه ماذا يقول في البيت الأخير، يقول: أيها الإنسان هيا إلى الحرية، هيا إلى الحرية، فهي أجمل ما في الكون، هي أجمل ما في الكون. إلى النور، النور يعني الحرية، انطلق أيها الإنسان إلى الحرية فتنعم بها، فهي أجمل ما في الكون، وهي منحة من الله عز وجل للإنسان، وحق يجب أن ينتفع يعني يكون مسرورا فيه وهو يتنعم به. إذن هذا البيت جاء ليؤكد على فكرة الحرية وعلى كما جاء في جميع الأبيات في القصيدة. هنا طبعا صورة فنية في النور عذب جميل، شبه لربما النور يعني الحرية بالنهر العذب الذي يأخذ صفة العذوبة وما شابه ذلك. طبعا يا جماعة في الأبيات أو في القصيدة برمتها هنا يدعو الشاعر دعوة واضحة وصريحة إلى أن الإنسان يجب أن يتنعم بحريته وبحياته، وأن يكون متفائلا غير متشائم، أن يكون لديه الأمل أو يحدوه الأمل الكبير في الحياة.
هنا طبعا نقول من العواطف، يعني لن نأخذ جميع العواطف ولن نأخذ الخصائص جميعها، وإنما نأخذ مقتضبات منها. منها العاطفة، سنكتفي بعاطفتين: عاطفة الإعجاب والتعلق الشديدين بالحرية والحياة، والعاطفة الثانية عاطفة الأمل والتفاؤل في الحياة. الخصائص الأسلوبية الموجودة في النص، أولا يظهر لدينا كثرة استخدام الفعل المضارع، وهذا يدل على الاستمرارية والتجدد. كثرة دائما، عندما يكثر الشاعر أو القاص أو الكاتب أو المؤلف، قل ما شئت، عندما يكثر من الفعل المضارع فهذا يدل على الاستمرارية والتجدد، يعني والتجدد. أيضا إذا هذه خصيصة أسلوبية أو سمة فنية، وهي كثرة استخدام الفعل المضارع يدل على الاستمرارية والتجدد. أيضا التنوع باستخدام الأساليب، رأينا الاستفهام، ورأينا الحصر، أسلوب الحصر، ورأينا أيضا الكثير من هذه الأساليب التي تنوع بها. أيضا ممكن أن نأخذ دروسا مستفادة، الدروس التي يمكن أن نستفيد منها ونتعلم منها من هذه القصيدة ومن هذا الشعر: أولا أن نكون متفائلين في حياتنا، أن نتشبث بحياتنا ونحن متفائلون، وأن لا نكون متشائمين، هذا واحد. الشيء الثاني أن نسعى إلى الحرية، وأيضا ونهنأ بالعيش بها. إذا أن نسعى إلى الحرية دائما ونسعد بالعيش بها، من الدلالات والرموز قلناها في القصيدة وأيضا أثناء الشرح. ولربما نتناول عناصر اللون والصوت والحركة، كما تعلمون وكما قلت لكم سابقا إن عناصر الصوت مثلا هو كل كلمة فيها شيء يدل على الصوت موجودة في القصيدة، واللون هكذا كل كلمة تدل على اللون وجدت في القصيدة، والحركة كذلك الأمر. ولربما يكون هناك كلمة فيها صوت ولون وحركة قد، يعني وربما يكون فيها أمرين أو أمران. ممكن اللون أن نختار ربيع، الربيع يدل على اللون الأخضر والورود وما شابه ذلك. الحركة من العناصر الحركية الموجودة في القصيدة، إن دفعت أيضا تمرح، تمشي، تقطف، انهض، سر، إلى آخره. أيضا من الصوت تغرد، تشدو، يغرد، إلى ما شابه ذلك. هذا بالنسبة لتحليل القصيدة بشكل عام، ودرسوها جيدا، على الله عز وجل أن يعني يوفقكم في اختباراتكم. نأتي إلى التعريف في الشعر. طبعا التعريف في الشعر قلت لكم ارجعوا إلي، اعرفوا اسم الشعر، متى ولد ومتى توفي، وأبرز شيء فيه وهو في دواوينه، في دواوينه، وهو ديوان أغاني الحياة. جو النص يقدم الفكرة العامة في النص، ونحن لا نريده، لأنه يقدم الفكرة العامة في النص، وكما تعلمون أن الفكرة العامة أضعها في المرفق. طبعا سأرفع لكم هذه القصيدة محللة بتفاصيلها على الموقع كما تعودنا. المعجم، نأتي إلى المعجم والدلالة. السؤال الأول طبعا هو مجاب عنه. السؤال الثاني: عد إلى المعجم واستخرج معاني الكلمات الآتية. أولا: تشدو من شدوة، وهي تغرد وتغني. ووحي من وحيا، وهي إلهام. والأنيق من أنيقة، وهي حسن المظهر. وعذب، عذب من عذبة، وهو السائغ الذي يسهل انحداره في الحلق. السائل الذي يعني يسهل انحداره في الحلق، هذا هو العذب، وهي صفة جميلة للماء أو للسائل. انتبه. في السؤال الثالث ماذا يقول لنا السؤال الثالث؟ فرق في المعنى بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي، وتمرح بين ورود الصباح. هنا الورود الأزهار، معناها الأزهار. وورد الربيع فمرحبا بوروده، أي بمجيئه وبحضوره. طبعا هنا
باه، والا ربيع الوجود الغرير، الغرير الجميل الحسن الناعم. والطفل غرير لا يعرف مصلحته، اي لا تجربه له ولا معرفه. وهنا كلمتان يعني تشابهتا في اللفظ واختلفتا في المعنى، وهذا جيناس، اخالكم تقولون جيناس. اذا بين هذه الكلمات جيناس، بين ورود وروده، وكلمه غرير والغرير جيناس. السؤال الرابع ماذا يقول؟ اختار المعنى المناسب لكل كلمة مما تحته خط. خلقت طليقا كطيف النسيم، ما معنى كلمة طيف هنا؟ خيال، وقلتها في الشرح. السؤال الثاني، أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ هنا ترهب أي تخاف. والسؤال الذي يليه، وإلا أريج الزهور الصباح؟ هنا المشرق المنير، المشرق المنير. السؤال الخامس يقول لنا، عد إلى المعجم واستخرج مفرد كل كلمة من الكلمات الآتية. مفرد، يريد المفرد. أولا المروج، طبعا أجرها مرجع، وهي المرج، يعني مفردها مرج بسكون الراء، فتح الميم وسكون الراء. الربا جمع ربوة، وقد أخذناها يعني غير مرة. الأشعة مفردها شعاع. الفهم، ننتقل إلى الفهم والتحليل. السؤال الأول في الفهم والتحليل ماذا يقول؟ يقول الشاعر، خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. أولا، من المخاطب في الشعر؟ كما قلت لكم، الإنسان بشكل عام هو المخاطب. ثانيا، ما النعمة التي يشير إليها الإنسان؟ ما النعمة التي يشير إليها هنا الشاعر؟ ويشير إلى النعمة وهي الحرية. الحرية، هذه النعمة يجب أن يتنعم بها الإنسان. جيم، دلالة وصف الشاعر الإنسان بأنه كالنسيم في رأيك؟ ما دلالة وصف الشاعر بأنه كالنسيم؟ يعني ما دلالة تشبيه الشاعر للإنسان بأنه هواء أو نسيم عليل؟ دلالة على أنه حر لا يقيده شيء، ولا تحده حدود، ولا يمنعه مانع. هذه هي الدلالة، هذه دلالة التشبيه أو الصورة الفنية. اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. تغردك الطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أنى تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. ألف، الحرية تمنح الإنسان السعادة. الحرية تمنح الإنسان السعادة، أكيد. حدد موضعا من الأبيات التي يؤكد ذلك، حدد الموضع الذي يؤكد ذلك من الأبيات. أي أبيات؟ الأبيات التي ذكرت. يعني عندما يأتي لي بأبيات ويقول لي أجب تبعا لهذه الأبيات، أتقيد بهذه الأبيات. أما عندما يسألني بشكل عام، يعني سؤال بدون تحديد أبيات، فالجواب أبحث عنه في قصيدتي كاملة. إذن الحرية تمنح لها، حدد الأبيات، يعني حدد موضع من الأبيات. الموضع هو تمرح بين ورود الصباح، هذا يدل على أنك عندما تحيا وتتنعم بالحرية فإنك تكون سعيدا، وتكون سعيدا. إذن الحرية تظهر في تصرفات الإنسان وسلوكه. الحرية تظهر في تصرفات الإنسان وسلوكه، وضح ذلك. هذا في قوله تنعم بالنور أنى تراه، وقوله تمشي كما شئت بين المروج، تمشي كما شئت بين المروج. هو يريد الحرية تظهر في تصرفات الإنسان وسلوكه، تمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. السؤال الذي يليه الثالث، اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما. أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة؟ فمن مات نام لم تنتظره الحياة. ما الشيء الذي يستنكره الشاعر ويرفضه في هذا، يعني في هذا المقطع أو في هذين البيتين؟ يستنكر الشاعر أن يخاف الإنسان من الحرية، أن يخاف الإنسان من الحرية في البيت الأول من البيتين، يعني هذين. إذن يستنكر الشاعر أن يخاف الإنسان
من الحرية، إلى ما يدعو الشاعر الإنسان، إلى ما يدعو في هذين، يعني في هذين البيتين، إلى النهوض والسعي ليعيش حياة مليئة بالحرية، مليئة بالسعادة. جيم، كيف فسر دعوته هذه؟ كيف فسر دعوته هذه؟ أي دعوته إلى النهوض والسعي ليعيش حياة سعيدة، كيف فسرها؟ فسرها إن الحياة لا تأتي إلا إلى الإنسان، لا تأتي إلى الإنسان الكسول، إنما تأتي إلى الإنسان الساعي الذي يسعى وراءها. إذن إن الحياة لا تأتي إلى الإنسان الكسول المتخاذل. البيت السؤال الرابع، اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب على الأسئلة التالية، ولا تخشى مما وراء التلا، فما ثم إلا الضحى في صباه، وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد طافي رداه، وإلا أرج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه، وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه. أولا، إلى ما يدعون الشاعر، إلى ما يدعون الشعر، يدعون إلى عدم الخوف من المستقبل، كما قلنا هنا التلاع دلالة على المستقبل. لما وصف الشاعر الحرية بالضحى في رأيك؟ لما وصف الشاعر الحرية بالضحى؟ لأن الضحى بداية يوم جديد، فهو رمز للتفاؤل، فلهذا ويقول أو وصفه بأنه وحرية، لأن الضحى أيضا وقت بداية اليوم، ودائما البداية هي دليل على التفاؤل. أيضا الضحى كما تعلمون أنها تكون، يعني في هذا الوقت يكون انتشر الضوء بشكل كبير جدا، ولهذا اختاره لي يعني يصف الحرية به. هاتي مظاهر من الكون تؤكد أن المخلوقات جميعها تحب أن تعيش حرة. هلأ لو اخترنا من النص هو ربيع الوجود وأريج الزهور ورقص الأشعة وحمام المروج وهو يغرد ويغني، والطير وهو ينشد ويغرد وما شابه ذلك، كثيرة هي الكلمات التي أظهرها لنا هذا الشاعر، وهو يقول بأنها هي يعني مظاهر كونية موجودة تظهر لنا المخلوقات وهي تهنأ وتعيش بحرية وتهنأ بهذه المعيشة. السؤال الخامس، يقول الشاعر: إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. هنا ألف، ماذا قصد الشاعر بالنور؟ النور هنا قصد به ورمز به إلى الحرية، إلى الحرية، وقلتها لكم منذ الشرح. بما وصفه، يعني بما وصف النور بأنه ظل الإله، إذن وصف النور بقوله ظل الإله. بهذا القدر نكتفي، يعني نتوقف هنا عند السؤال الخامس، ثم نكمل السؤال السادس في الجزء التالي أو الذي يليه. وهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.